السلام عليكم. اليوم غادي ندير المحراش ديال الدار. الطريقه ديالي طريقه ناجحه، كيجيو خبيزات بنان، كيجيو رطبين وتاكلوهم سخان او تحتفظوا بهم في الثلاجه. كيجيو صراحه مع انا مع زيت العود كيعجبوني بزاف. عوض ما يبقاو نشريو برا ما كنعرفوه كيفاش معجون، صراحه صوبو في الدار وكيطلع رخيص وسهل، حتى الطريقه ديالو سهله. يلا طبعوا معنا، ماشي نسرت هاد العطا هو الاول ونكمل معكم الهضره. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل والطريقه والنتيجه كذلك. يلا مرحبا بكم. باش نحضروا هاد الخبيزات اليوم ديال الشعير او محرشات، مرة كتشعوهم ولكن كيجيو مزيانين وصحيين شيئا ما، الى حيدنا منهم الفرصة يوليو صحيين اكثر، ولكن كيجينا شي شوية صعيب انه يجمع. انا غادي نحضر لكم هاد الخبيزات بالطريقة ديالي وكتجي طريقة ناجحة وكيجي خبز على حقه وطريقه. عندي هنا دقيق ديال الشعير 400 غرام، دقيق ديال القمح ديال العبار 200 غرام، انا هذا ما فيهش النخالة، و 200 غرام ديال الدقيق ديال الفرص. غادي نزيد معلقة متوسطة ديال الملحة او 12 غرام الخميرة اللي غادي يكون عندي جوج معالق ديال كبار ديال الخميرة ما مقببينش. انا عبرتهم هنا ولكن بغيت ندير لكم العبار بالمعلقة. معلقة ديال العسل او ديروا معلقة ديال السكر. جوج معلقة ديال الزيت البلدية او زيت الزيتون. معلقة ديال الكمون حبوب. كيبقى لكم الاختيار، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، تقدروا تزيدوا زريعة الكتان، تقدر البافون، اي زرع بغيتوهم زيدوهم. هو حنا عندنا الخبيزات ديال الشعير معروفين بالكمون محبوب. عندي هنا الماء دافي وباش غادي نعجن. يلا بسم الله، انا اليوم غادي نعجن لكم في القصع بطريقه بلديه ديالنا، ما غاديش نعجن في الروبو. اللي بغى يعجن في الروبو يعجنو. بسم الله، الماء الكمية ديال الماء كتبقى على حسب القوام اللي غادي نحصلو عليه، حيت الدقيق كيبقى يختلف القوام ديالو كل واحد والشكل ديالو كيفاش كيشرب الماء. شفتو القوام ديالها راه كتكون رطبه كتلصق بيك الشعير هكا كيكون. غادي نجمعها وغادي نخليها ساعه د المكانه حتى يتضع في الحجم ديالها وعاد نرجع لكم. ندير عليها شويه الدقيق من الفوق باش ما تلصقش ليا المنديل في المنديل. شوف العجينه كيتفرقعات خمرات وتضع في الحجم ديالها. دابا غادي نشكلو فيها الخبيزات. بسم الله، انا ضروري نفزق يدي بالماء. غادي نطفي العجينه وغادي نهز كويرات للحجم اللي بغيتو. انا بغيت نديرهم صغار شويه هما، وغادي هنا عندي البلبونه رقيقه او الدشيشه
في البلاصه ديال الفرن. دابا راه مازال ما درستهم، غادي غير نحط الكويرات في الحجم اللي بغيت، من الاحسن يكونوا صغار باش اللي هز شي خبيزه يكملها، وغادي يكملها لانه كلشي كيعجبو هذا الخبز ديال المحرج، خصوصا في الفطور. انا كيعجبني نديرو مع زيت العود والزيت والكحل، ووليداتي كاين اللي كيديرو مع الفرماج، وكاين اللي كيديرو مع الزبده. نكمل انا الخبيزات ديالي كلشي بهذه الطريقه، نديرو مع كويرات متساويه. وغادي نبسط الخبيزات، ما نخليهمش غلط لان حيت فيهم الفرص راه غادي يعاودوا يطلعوا، وباش ما تجيش لينا فيهم اللبابه كثير، راه عرفتوا كلشي ما بقاش يبغوا اللبابه. ماشي ثاني رقاق بحال الرغيفات، ولكن نقرصوا القياس ديال الخبز اللي كنبغيو. غادي نخليهم يخمروا واحد تقريبا 30 دقيقه، لانهم راه خمروهم من قبل، ماشي ضروري يخمروا بزاف، 30 دقيقه. ونسخن الفران على 250 درجه وغادي ندخلهم يطيبوا. انا قبل ما ندخلهم يطيبوا راه غادي نوريهم لكم تشوفوا كيفاش ولا الحجم ديالهم. راه انا غادي نغطيهم نغطي الخبز ونخليه يخمر 30 دقيقه ونرجع لكم. من بعد 30 دقيقه بالضبط ها الخبز ديالي خمر، الفران راه درته كيسخن، غادي نثقبهم نديرهم ثقيبه من الوسط بهذه الطريقه التقليديه. صافي وندخل الخبز ديالي يطيب تقريبا من 15 حتى 20 دقيقه، حيت الخبز ديال الشعير كيبغي شويه طياب اكثر من ديال الفرص. ونرجع لكم نشوفوا النتيجه النهائيه. ها الخبيزات ديالي من بعد ما دوزو 15 دقيقه على 250، شوفوا كي جاوا واعرين واعرين واعرين. مع شوية زيت العود أو الزبدة، تفطروا بهم أو العصر. أنا من عشاق الخبز ديال المحرش أو ديال الشعير. ها الخبيزات ديال المحرش صنع منزلي ديال الدار، شتو كيجا هانتوما مثقب بنين مع زيت العود او مع الزبده والعسل، تفطروا بيه وتاكلوه في العصر. يلا ضروري تحضروه، وصفه ناجحه طريقه سهله، والخبز ديال الشعير راه كلشي كيعجبو. ديما كنتشهاو نحضروه مره مره او كنشروه في السوق، لو ما تصوبوه في الدار كتعرفوا شنو درتو فيه. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه، ينقر على الجرس يوصل الجديد، حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم. يلا بالصحه والراحه. واو واو واو.